مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الدرس الجديد اللي غادي نتكلم فيه على مكتبة 0MQ. فمكتبة 0MQ تسمح لنا نبرمجو تطبيقات موزعة، يعني تطبيقات ممكن نوزعوها على العديد من الحواسيب، إما في اللوكال أو عبر العالم. فمكتبة 0MQ هي مكتوبة بلغة C++، إلا أنها متوفرة على الكلاينت في العديد من لغات البرمجة. تقريبا كل لغات البرمجة الحديثة تتوفر على الدعم لمكتبة 0MQ. فهذه المكتبة تمكننا من حل العديد من المشاكل الخاصة ببرمجة تطبيقات الشبكات. مثلا عندنا كود مكتوب بنود جي اس ونريد تمرير المعطيات من تطبيق مكتوب بنود جي اس إلى تطبيق آخر مكتوب ب بي اش بي أو نود أو جو أو ايرلانج أو سي أو سي بلس بلس. فهذه المكتبة تمكننا من ربط قطع الكود ببعضها البعض عن طريق نظام سوكيت مبسط. هنا إذا ضغطتم على ليرن هناك العديد من المعلومات لمن يريد التعمق في مكتبة 0MQ. مثلا نضغط هنا على The Guide. كما قلت لكم فهذه المكتبة توفر الدعم للعديد من اللغات، كما تلاحظون منها سي و بي اش بي، بايثون، لوا، هاكس، سي سي بلس بلس، ودلفي، وارلانج اف شارب. شخصيا قمت بتجربتي النود جي اس و الأورلانج و الجو. في هذا المثال سنقوم بإنشاء تطبيق صغير يقوم بإرسال يو يو اي جي كل ثانية إلى جميع الكلاينت المكتوبة بلغة جو. ما يجب معرفته عن مكتبة 0MQ؟ فهي توفر العديد من الديزاين باترن فوق لسوكيت. مثلا هنا request response، ف request response هي معروفة نسبيا وتشبه تقريبا بروتوكول HTTP، يعني الكلاينت يرسل معلومات والخادم يقوم بمعالجة هذه المعلومات وإرسال الجواب. هنا الكود الخاص بالسي بلس بلس، إلا أننا لن نتعامل مع سي بلس بلس في هذا المثال، سنكتفي فقط بالنود جي اس ولغة جو. كما تلاحظون فهنا الخادم يقوم بالبايند على TCP جميع الادرس اي بي في الآلة وهذا البور، وعند استقبال رسالة يقوم بقراءتها الى الاوبجي ميساج دي ريكويست، ومن ثم كتابة هذه الجملة، الانتظار لثانية، ومن ثم ارسال وولد. فهذا هو الخادم ب سي بلس بلس، وهنا الكلاينت، لا عفوا، فهذا نفس المثال إلا أنه مكتوب بالبي اش بي، وهنا مثال آخر مكتوب بالبايثون. هنا نمط البيب سوب، فالبيب سوب هو نمط الناشر و القارئ. فالناشر يقوم بإرسال المعلومات،
وكل القراء الذين يهمهم ذلك العنوان تصلهم تلك المعلومات. ما يهمنا نحن الآن هو إنجاز هذه الأمور. نقوم بإنشاء مجلد سنسميه 0MQ Tutorial هكذا، ونقوم بالبحث في جوجل على lib 0MQ Node.js. فهذا هو البايند الخاص بمكتبة ليب 0MQ من النود. نقوم بال npm install 0MQ. يقوم بالكومبايل للأوبجي الذي سيربط الفيويت الخاص ب نوت جي اس بمكتبة ليب 0MQ. ففي أنظمة لينكس وجب القيام بأبت جيت انستال ليب 0MQ وليب 0MQ ديف، يعني التوفر على هذه المكتبة والهيدر الخاص بهذه المكتبة في النظام لكي يتم الكومبايل بهذه الطريقة. فالبايند هو عبارة عن ربط فقط لنود جي اس بمكتبة سي بلس بلس، يعني وجب التوفر مسبقا على مكتبة ليب 0MQ مثبتة في النظام. تقومون فقط بابت جيت انستال او rpm في انظمة ريد هات ومشتقاتها. هذا المثال فهو خاص ببوش والبول، لن استخدمه. وهذا المثال فهو خاص بالبوب والسوب. نقوم بنسخ هذا المثال، سنسميه main، سنسميه فقط producer js. فهذا الكود يقوم بالبايند على البور 3000. وداخل انترفال 500 ملي سكوند، يعني نصف ثانية، يقوم بإرسال هذا المساج، سنسميه topic 0MQ، وهذه الكلمة العشوائية. سنقوم نحن الآن بإضافة مكتبة UUID هكذا. فكما شرحت لكم، فمكتبة UUID تمكننا من توليد مفاتيح UUID هكذا. سنقوم بإضافة مكتبة UUID إلى هذا المثال لكي نرسل UUID. وهنا نترك نفس التوبيك ونستخدم UUID النسخة الأولى. هكذا. فعند إطلاق هذا البروديوسر يقوم بإرسال ذلك المساج، إلا أنه لا يوجد كلاينت على ذلك البور. لتفقد الأمر بسرعة سنستخدم فقط نتكات كما تلاحظون. فالنتكات يستقبل بعض الأشياء الصغيرة ولا يقوم بطبع الجملة.
لأن الزيرو إم كيو لها فورما خاصة بها وليست فقط نص على تي سي بي. الآن سنقوم ب بوضع الكود الخاص بالسبسكرايبر. نترك نفس الأشياء إلا أن السبسكرايبر وجب وضع نفس السبسكرايبر كما المثال السابق، فهي topic 0MQ. هنا نستقبل هذه الجملة ونطبعها فقط. ما يمكن القيام به هو عند استقبال اليو يو اي جي نقوم بوضعها داخل ملف، مثلا require fs. وهنا ننشئ ملف نسميه var file fs create write stream. بهذه الطريقة سأسميه lib0mq.data، وهنا نقوم بفايل dot write message. ونرجع للسطر، نطلق الخادم أولا ونطلق سبسكرايبر، وأتمنى أن لا يكون هناك خطأ في الكود. كما تلاحظون فهو يستقبل تلك الأشياء. كما تلاحظون تم إنشاء أيضا ملف المسمى بليب0mq. كما تلاحظون فهذا الملف يتم كتابة المعلومات. فالمعلومات الآتية هي عبارة عن بوفر، لذا لكي يتم طبعها بطريقة صحيحة يمكن أن نقوم بتو سترينج ومساج تو سترينج. كما تلاحظون يتم ملء الملف. حسن جدا. الآن سنمر إلى كتابة تطبيق آخر بليب0mq.golang. نختار هذا الأول بجو سي زد ام كيو، يعني البايند بلغة سي. يتم مناداة الابي الخاص بالسي من لغة جو بهذه الطريقة. نقوم أولا بنصيب هذا الشيء، نقوم بهذه
اوكي، لماذا لا نستخدم الآخر؟ اوكي، كما تلاحظون قمنا بتنصيب الديبندنسي الخاصة بجو. فهذا هو الكود الخاص بلغة جو. نقوم فقط بتغيير التوبيك الخاص بي، فالتوبيك كان هو زيرو ام كيو تيتوريال سبسكرايبر، فالتوبيك كان هو توبيك زيرو ام كيو هكذا. الآن سنقوم بالكومبايل لهذا الكود. نقوم فقط ب export go path ولا go path. الآن نتوفر على البينار الخاص بلغة جو، وكما تلاحظون فهو أيضا يستقبل الكود. هذا هو الخادم، وهذا هو الكلاينت الذي يستقبل اليو اي جي ويكتب إلى الملف، في حين أن التطبيق المكتوب بجو هو فقط يستقبل ويطبع الكود. مثلا إذا أردتم استقبال الكود بالبايثون، تقومون ببايب انستال باي زيرو ام كيو. ZMQ. لا أتوفر على تعليمات بايب. فهي بايثون بايب. فصراحة لم أكن أريد إضافة المثال الخاص بالبايثون، لأنه ليس مشكل، قد قمت ببايب انستال يتم تنصيب الديبندنسي الخاصة بالبايثون بصفة عامة لكل النظام. إذا كنت أريد تنصيبه فقط بالنسبة لهذا المجلد، وجب تنصيب فيرتشوال أدمين بهذه الطريقة.
هنا ندخل على الاكزامبل ونبحث عن بوب سوب ونقوم ب سبسكرايب لذلك المثال. كما تلاحظون فهي تتشابه، هنا فقط يقومون بالبارس للمعلومات المرسلة وتقوم بإنشاء كونتكست وانستنس ومن ثم تعريف السوكيت ونوع السوكيت التي تريد استخدامها ومن ثم كونكت واستعداد. فهذا المثال غير مفيد لأن الهدف منه ليس نفس الهدف خاص بالتوتوريال الخاص بنا. هذا المثال فهو أبسط نسبيا، هنا يقومون بالبارس للاربيمون ومن ثم تمرير التوبيك على أساس هو فاريابل الثاني. ومن ثم عند الاستقبال في الوايل ترو تقوم بالاستقبال وطبع المعلومات. هنا سنقوم بتسميته بسبسكرايبر بوان باي ونقوم بتنفيذه في المرة الأولى بدون بارامتر. هنا يقول لي وجب القيام ب TCP هكذا والبورت 3000 والتوبيك، أنا دائما أنسى ذلك التوبيك الذي استخدمته. سأقوم بإيقاف تلك الأشياء. بروديوسر وجاز، فالتوبيك هو هذا. هذا فهو صحيح. سبسكرايبر نطلق الخادم مرة أخرى. التطبيق قلنا هو نيب زرونك هكذا. كما تلاحظون فالبايثون أيضا يستقبل تلك المعلومات. فعند إيقاف الخادم فإن التطبيقات لا تتوقف عن العمل، يعني أن السوكيت تحاول في كل مرة إعادة التشغيل مع الخادم. هنا سأقوم فقط بإنقاص القيمة إلى 50 ملي سكوند ومن ثم التجربة مرة أخرى. كما تلاحظون فالتطبيقات كلها تستقبل ذلك المساج. سنقوم فقط بلعبة أخيرة وهي ناقص واحد. آمل أن لا تتوقف هذه الآلة عن العمل، يعني أننا سنرسل المعلومات بأسرع طريقة ممكنة. ف
كما تلاحظون فكل التطبيقات فهي تستقبل المعلومات. مثلا نستطيع إرسال مساج من نوع جيسون، فالاي جي سيكون اي جي فيرسيون الأولى، والتايم سيكون نيو ديت، وهنا سنرسل جيسون سترينجيفاي مساج. كما تلاحظون فالآن أصبحنا نرسل الجيسون وليس فقط اليو يو اي جي، فاستقبال المعلومات لا يتغير أي شيء. في هذا المثال قمت فقط بكتابة تطبيق يرسل ويطبع المعلومات، فهذا فقط هو الذي يقوم بالكتابة إلى هذا الملف. فهذا الملف الآن تجاوز حجمه ميجا ونصف كما تلاحظون، فهو يتوفر على قيم، وآخر الملف أصبح يتوفر على الجيسون. عند استقبال المعلومات يمكن أن نقوم بكل العمليات اللازمة لتحليلها ومن ثم تخزينها أو إرسال الجواب مرة أخرى إلى الخادم. فهذا المثال هو فقط أحادي الاتجاه، يعني الخادم يقوم بإرسال مساج في الفراغ وكل من يهم ذلك المساج يستقبله. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بمدخل إلى مكتبة زيرو ان كيو، وأترك لكم الموقع الرسمي زيرو ان كيو دوت أورغ المليء بالمعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المكتبة، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.